منافسة جميلة جدا، منافسة شرسة جدا. بالنسبة لتيم مصر فاحنا الحمد لله أقوى تيم في أفريقيا كلها، فبالتالي لما بننافس بعض بتبقى منافسة شرسة جدا زي ما انتوا شفتوا. بس فاحنا استمتعنا جدا بالمنافسة، سواء جبنا أول أو تاني فكلها لمصر، والكوتا الحمد لله جبناها لمصر، فهي في الأول في الآخر بلدنا، جبنا أول جبنا تاني كلها لمصر. يعني تنظيم البطولة هي طبعا 100% ما فيهاش أي غلطة، لأن أصلا الميدان ده، مجمع الميادين ده، اتفتح الافتتاح بتاعه كان بطولة دولية، فبالنسبة إن هي تتعمل كبطولة أفريقية فدي حاجة هتبقى متنظمة على أعلى مستوى. دي حاجة. تاني حاجة إن البطولة الناس فيها كان في منافسين كتيرة، حتى يعني ده بيديك أصلا بيديك الفرصة انك تتأهل للمطوشة اللي بره، لان الناس طبعا اللي بره بيبقى اصعب او كده، بس يعني ان شاء الله بجد مش هيفرقوا عننا حاجة ان شاء الله. اول حاجة انا عندي 17 سنة ويعتبر اصغر واحدة يعني في البطولة، انا وزميلتي ريماس. طبعا هو التنافس ما كانش قوي قوي، بس الجو بتاع البطولة كان موتر جدا، بس كان لذيذ. يعني مستعدة للبطولة دي بقالنا سنة وشغال عليها بقالي سنة، فكان في كذا بطولة دولية كانت احتكاك جوه مصر وبره مصر، وكان في حتى البطولة العربية كانت هنا، يعني حصلت فيها على المركز التاني وبرضو أول فريق، وشغالين تدريبات عقلية وبدنية وفنية مع المدربين بتوعنا كلهم، وطبعا كل ده كان تحت رعاية رئيس الاتحاد اللي هو حازم حسني، وهو برضو موفر لنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها من أسلحة حديثة، من ميادين، من كل حاجة الحمد لله. تم البطولة ما شاء الله، عندهم مصر عندها كما نقولوا ستون شباب بزاف ما شاء الله عالمي، ان شاء الله يزيدوا يديروا منافسات اخرى لهنا وبالتوفيق ان شاء الله. كان تحضير عام منذ عام او اكثر، ما وحنا في تربصات فريق وطني للجزائر، والمنافسه كانت شرسه لانه لي كونكورون الاخرين في مستوى جد عالي، لكن الحمد لله ربي رزقنا بالميداليه الذهبيه الحمد لله يا ربي.